السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني في البلاي ليست ديال لافارماكولوجي. أنا عارف بلي هاد البلاي ليست هادي تعطلنا عليها شوية بالنسبة للفيديو، ولكن سي با غاف، غادي نكملو إن شاء الله بحول لافامي اللي بدينا ديجا كنشرحوها اللي هي ريزونتاجيك. بالنسبة لهاد لافامي الإخوان، كتعرفوا بأننا دينا ثلاثة ديال لي زيبيزود قبل هاد لي زيبيزود كاملين كنشرحو فيهم واحد لليمو مهم بزاف هاد لافامي اللي هو لا دولور. شرحنا كاع لي ديتاي اللي ممكن توقع على لا دولور، من فاش كيحس الأورغانيزم ديالنا ولا فاش كيقيس الأورغانيزم ديالنا شي حاجه لي دولور، و حتى كتوصل لو سيرفو ولو سيرفو كيدير رياكسيون ديالو. داكشي كامل دوينا عليه بلي ديتاي لي بيان سور انتريسي بلا دولور ولا حتى لي نو انتريسي انتريسي بريزونتالجيك ومطلوب منو ريزونتالجيك، فكيخصو بالضروره يعرف شنو هو لا دولور وكيفاش الجسم ديالنا كيحس وشنو هما لي تيب ديال لا دولور باش يقدر يصير معايا حتى دابا ونهضر لك على دي زانفورماسيون تكون ديجا عارفهم، لان هادشي كامل هو مبني شي على شي. الا خليتي الاسس ومشيتي دغيا كي كتشوف اشنو الفوق، فبيان سور غادي تهدم داك البناء ديالك العلمي وغادي يطيح بالزربه، واخا تقدر تحس براسك كتفهم ولكن داك الفهم غادي يكون بلا اساس. غادي نكملوا على بركه الله بسرعه باش ما نطولوش بزاف الفيديو، وغادي نبداو باول حاجه في ليزونتالجيك. كما كتعرفوا نتوما ليزونتالجيك التعريف ديالها البسيط هو مضادات الالم. غنشوفوا اول حاجه كلاسيفيكاسيون ديال ليزونتالجيك، وكما كتعرفوا فالكلاسيفيكاسيون مهمه بزاف، هي اللي غادي تبين لنا الطريق باش نقدروا نعرفوا اي حاجه عندها علاقه بليزونتالجيك، وغادي نبداو نديتايو انطلاقا من هذه الكلاسيفيكاسيون. فحاولوا انكم تركزوا الماكسيموم بوسيبل، وحاولوا انكم ديروا لي ريزومي اللي كنقول لكم ديما على شاك ايبيزود كنديروها. نبداو على بركه الله. كيف ما كنقول لكم ديما، حنايا كندويو بلي ريفيرونس، سواء لي ريفيرونس كنخليكم لتحت سواء كنهضروا عليهم في الفيديو. بحال دابا ريفيرونس ديالنا كامل هو لي شيل ثيرابوتيك بريكونيزي بار لو ام اس اللي هو لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي. هاد لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي كتقسم لينا لي زونتالجيك ل 3 بالي، قول 3 بالي ولا سميهم 3 ايطاج اللي بغيتي تسميهم. غادي نمشيو للبالي الاولى، ليطاج الاول اللي كنبداو به كندخلوا ليه كنجبروا فيه ولا كنجبروا العنوان ديالو، هما لي زونتالجيك نون اوبويت. هاد لي زونتالجيك نون اوبويت عقل عليهم مزيان، لانهم كيضموا مجموعه من ميديكامون اللي كيسيبليو يعني كيستهدفوا لا دولور اللي كيكون دو تيب فابل ا موديري، يعني طفيف الى شديد قليل الشده فقط، طفيف او متوسط. داكوغ، شنو هما هاد الميديكامون اللي كيسيبليو هاد النوع من لا دولور؟ هما لاسبيرين، باراسيتامول، لي زاينيس سيتادير لي زونتي انفلاماتوار اون ستيرويديان، ولا مضادات الالتهاب غير الستيرويديه، ونيفوبام اللي ما كيعرفش شنو هي نيفوبام راه هي اكيبام. رد معايا البال، غادي نمشيو للباليي دو. الباليي دو فيها دي زونتالجيك. دابا طلعنا لدوزيام ايطاج، هاد دوزيام ايطاج ما كنطلعو له حتى كيكون داك لا دولور اللي كنسيبلي كيكون موديري ا سيفير، يعني متوسط الى شديد. فهاد البالي دو كيتسمى هاد ليطاج اونتالجيك او بويت فابل، لي زونتالجيك ديال لي زوبويت فابل. داكوغ، فيها جوج ماشي جوج ولكن فيها بزاف ايضا ديال لي ميديكامون، الا اننا كنختصرو على المتعارف عليه اللي هما الكوديين والترامادول. ايضا في البالي 3 عندنا لي زونتالجيك مورفينيك فور، وهذا هو الاسم ديال ليطاج التالت. هاد ليطاج هذا كيسيب لينا دولور سيفير شديد شده. فيها دي ميديكامون كوم المورفين، لوكسيكودون، فانتانيل، هيدرومورفون، البيبرينو غرفين. داكوغ، هاد الميديكامون هادو كنسميوهم لي مورفينيك. داكوغ، ردو معايا البال بزاف، لان هاد لي بالي ولا هاد لي زيطاج بتلاتة بيهم غادي تجي دابا وغادي تسولني وغادي تقول لي كيفاش ندير نعرف انايا شنا هو لا دولور موديغي ولا شنا هو لا دولور سيفير باش نقدر نحدد شمن ميديكامون غادي نعطي. و هاد لي زيكزومبل اللي عطيتيني، واش في اي دولور مثلا فابل نعطي مثلا اسبيرين وانا مغمض عيني، نعطي باريسيتامول وانا مغمض عيني، نعطي اينيس وانا مغمض عيني؟ لا، بيان سور كو لا. فاي حاجه هنايا غادي نديطايو فيها ابخي، وغادي نقول لكم كيفاش تعطيها وها علاش تعطيها. داكوغ، هذا تقسيم عام خصك ديروه دماغك وتحفظو حفظك لاسمك. داكوغ، تفاهمنا دابا، تفاهمنا. غادي تسولني ايضا غادي تقول لي انا ما فهمتش واحد الكلمه اللي هي اوبويت، ما فهمتهاش كاع ديك لي زوبويت ما فهمتهم. اوبويت غادي تخليوها الاخوان حتى نكونو كندويو على لي مورفينيك. غادي نوصل واحد ليبيزود غادي ندويو فيها على لي مورفينيك بوحدهم، ونديطايو فيهم المورفين، فانتانيل، سي فانتانيل، هذاك الشيء غادي نديطايو فيه بوحدو. فاش نوصلو لدوك لي ديتاي غادي نبداو ندويو على هاد لوبويت وشنا هي ومناش جات وشنو هو الاصل ديالها، وندويو على لي ديتاي كاملين. دابا غادي تبعوا معايا وغادي نقول لكم باللي هاد الديابوزيتيف دابا اللي جاي كيدوي لنا على ليكو انالجيزيك. هاد ليكو انالجيزيك هو واحد تريتمون ادوفون ديال واحد دولور نوروباتيك، سيتادير
قبيله كنا كنديرو على واحد النوع ديال لا دولور، دابا كنديرو على هاد نوع اخر. هاد النوع هو دولور نوروباتيك، ولا كنتو شفتو لي زيبيزود ديال لا دولور تعرفو مزيان علاش كنهضر. هاد لا دولور نوروباتيك نقدروا نعطيو فيه جوج ديال لي فامي، ولا تقدروا تعتبروهم دي فامي، اللي هما لي زونتي ديبريسور و لي زونتي ايبيليبتيك. شنو هو الفرق بيناتهم وشنو هو لي ديتاي ديالهم وكل ميديكامون فيهم اشنو كيعني وشنو كيسيبلي؟ هادشي هذا غادي تخليوه لي من بعد حتى نكونو كندويو على هاد لي دو فامي. جوست تعقلوا عليا انه كاين واحد لا دولور كتسمى دولور نوروباتيك، كنعطيو لهاش هادشي اللي دوينا عليه دابا، جوست هادشي اللي بغيتكم تعرفوا. صافي صافي، فاش ندويو على لي زونتي ديبريسور ولي زونتي ايبيليبتيك غادي ندويو عليهم بلي ديتاي، وغنعرفوا حتى هاد الميديكامون اللي كاينين في الوسط اللي عطيتكم كوم دي زيكزامبل. مي فاش دابا في هاد الوقيته هادي ما تشوفش ليا في هاد الاتجاه هذا، فقط عرف انه كاين واحد لا دولور سميتو نوروباتيك. داكوغ، هادشي تعرفنا على داك لا دولور في لي زيبيزود اللي فات. هاد لا دولور ما كتنفعش مع هاد لي بالي اللي كدوينا عليهم دابا. ودابا غادي نقزو غادي نشوفو جواب السؤال ديالكم اللي قلتو ليا، كيف غادي ندير نعرف انا هاد لا دولور واش موديغي ولا سيفير ولا فابل. هنا غادي نجاوبكم على هاد السؤال بواحد الحاجه كنسميوها لي شير فيزيول انالوجيك. هاد لي شير فيزيول انالوجيك كنعتمدو من خلالها على واحد المسطره. هاد المسطره تقدر تجبرها في السيرفيس ديالك كيف ما تقدر ما تجبرهاش. بالنسبه لينا حنا في المغرب في البلو بار لي سيرفيس ما غاديش تجبرها. كاينين دي سيرفيس اللي فيهم كوم ليرجونس في بعض لي زوبيتو لي سي اش يو غادي تجبرها. هاد المسطره هادي تقدر تصنعها انت بيديك وتقدر تخدم بها. سهله كما كتشوفوا قدامكم، كتدرج من 0 حتى 10 داكور، و 0 هو با دو دولور و 10 هي دولور ماكسيمال ايماجينابل غير متصور داكور. فكاين فيها دو فاز. لا فاز الاولى هي اللي كنوريو للمريض كنسميوها لا فاز باسيون، ولا فاز الثانيه هي اللي كتكون قبالتنا حنا وكنسميوها لا فاز دو ميزور. كنقولوا للمريض حرك لنا هذا الشريط هذا اللي كيكون بالاحمر، كنقولوا حرك لنا من هاد من اليسار حتى اليمين، ولا من اليمين حتى اليسار كيف ما كانت المسطره. كيبدا لنا من الصفر بيان سور، انا راه كنشوف الصفر ولكن هو راه كيشوف خط متصاعد، غيبقى يحرك حتى للدرجه اللي كيحس هو بها بالالم، وحنايا كتعكس لنا على واحد الرقم معين داكوغ من 0 حتى 10، ومرجد واضحه وسهله. هذا الرقم هذا كنقسموه هنايا في هاد لوتيل هادي دي فارياسيون دو لا دولور، كنقسموه لهاد الاقسام. الا كان صفر فراه اوكان دولور، الا كان وإلا كان من واحد حتى ثلاثة كيكون ليجير يعني بدا عنده ألم طفيف جدا، إلا كان من أربعة حتى ستة كيكون موديغي حتى واحد لا دولور لي فورت داكوغ، فهنا كندويو على واحد الألم شديد. إلا كان من سبعة لتسعود تخي فور داك لا دولور، أما إلا كان عشرة ولا من تسعود لعشرة فهنا كندويو على واحد لا بيغ دولور داكوغ. فهنا كيخصنا نردو البال شنو هي لا كوز ديال هاد لا دولور هادي، ونمشيو رابيدمون نتخيطيو لا كوز. ولكن دابا انت عرفتي ليا كيفاش تحدد واش داك دولور فابل ولا موديغي ولا سيفير من خلال هاد المسطره هادي ديال لي فالياسيون دو لا دولور. من بعد ما حددتي ليا غادي تعرف البالي اللي غادي تعطي للمريض. ودابا كوم ريزولتا فراكم كتعرفوا مزيان كيفاش تحددوا شنو هو دولور فيبل، شنو هو دولور موديغي، وشنو هو دولور سيفير. فاش عرفتوا مزيان كيفاش تحددوا هاد لا دولور من الباسيون، غتعرفوا دابا كل بالي فوقاش غادي تعطيوه لسيغتان باسيون. مزيان، غير في كل بالي كاين مجموعه من لي ميديكامون. واش نعطيو دوك لي ميديكامون على حساب الهوا ديالنا كل ما عجبنا شي واحد نعطيوه، ولا كل ما توفر عندنا شي واحد ناخذوه؟ لا بيان سور، كل واحد خصو يتعطي في المواضيع ديالو. ونبدا نشرح لكم هاد لي زانالجيزيك اللي كاين في البالي 1. نشرحوا اول واحد اللي هو الباراسيتامول. كوم اكزومبل عندنا هنا دو ليبرا، كاين بزاف ديال لي باراسيتامول حتى اخرين كيختلفوا في الاسماء ولكن كيبقى نفس ليفي، خصو يكون مكتوب فيه الباراسيتامول. بحال مثلا عندنا واحد لانجيكتابل كنسميوه بيرفالكون، بحالو بحال دوليبران، نفس لا فاميليا باراسيتامول. عندنا مثلا البروبريتي فارماكولوجيك، وهادشي هذا غادي ندوزو عليه بالزربه لانه واضح. اولا هو كوم انالجيزيك انتيبيريتيك، يعني مضاد للالم وايضا مضاد للحمى. كنعطيوه للادولت على واحد البوزولوجي ماكسيمال، ما خصناش نتعداوها. بوزولوجي ستادير المقدار اللي خصنا نعطيوه للادولت لواحد كبير هو 4 الغرامات بار جور، ما خصناش نزيدو عليها. بالنسبه للانفون كنحسبو بالكيلو،
فعندنا هنا 60 ميلي غرام بار كيلو بار جور، يعني هذاك الطفل ديالنا الا كان فيه 20 كيلو كنضربوا 20 في 60، هذاك ريزولت اللي عطانا في 20 في 60 بار جور ما خصناش نتعداوها نهائيا. ايضا غادي نمشيو نشوفوا لي بروبريتي فارماكوسينيتيك. عندنا دوميفي ديال دوليبران بار اكزومبل من 1 حتى ل 2 ديال الساعات، هذا دوميفي ديالو داكوغ، نصف الحياة ديالو. بالنسبة لا دوغي داكسيون ديالو من 6 من 4 حتى 6 ديال السوايع، ولا دوغي داكسيون هي المدة ديال العمل ديال هاد الباراسيتامول. ايضا غادي نشوفو لي فوا دادمينستراسيون ديالو، كما كنعرفو نقدرو ناخدوه بالفم كون كومبريمي، ونقدرو ناخدوه باغ فوا بارونتيغال بحال بيرفالغون اللي قلتلكم، ونقدرو ناخدوها باغ فوا ريكتال لي سيبوزيتوار. وهادو هادو راك هدوينا عليهم في لي زيبيزود الاولى ديال لا فارماكولوجي، ما غاديش نعاود نشرحهم. بالنسبه اخواني لي زيف انديزيرابل ديال هاد لي باراسيتامول، فعندي جوج لي برينسيبال. اول وحده هي الاليرجي، وهذه غار ما فاش تقدر تجبرها انت باسيون يكون عنده الاليرجي من الباراسيتامول، ولكن خاصك تاخذ بعين الاعتبار هذه القضيه، هذه مهمه بزاف. ايضا حاجه اللي ممكن انها تكون هي ليباتوتوكسيسيتي سي لا دوز سوبيريور ا 10 ميلي غرام، يعني حنا قلنا بان الماكسيموم بوزولوجي ماكسيموم ديال واحد ادولت هو 4 غرام بار جور، ولكن كاين شي وحدين كيبقاو ياخذوا 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 حتى كيوصلوا ل 10 غرام وفوق 10 غرام، هنا كتوقع لهم واحد ليباتوتوكسيسيتي اللي خصنا ما نردوا ليها البال بزاف ومهمه بزاف، راه كتخرج لنا على اللفوه ديالنا. داكوغ حسنا، عندنا سيدي كونتر انديكاسيون. لي كونتر انديكاسيون هو واحد عنده الاليرجي منا ما خصناش نعطيوه له. ايضا لانسفيزونس هيباتيك هو هيباتوتوكسيك، فلانسفيزونس هيباتيك ما نعطيولوش هاد لي باراسيتامول. با تيتري تيليزي تو لون دو لا غروسيس، تقدر تستعملو طوال فتره الحمل. ايضا غادي نمشيو وغادي نشوفو غادي نشوفو لاسبيرين. بالنسبه لاسبيرين لي كوم نون كوميرسيال ديالها اسبيجيك، كنعرفوها متعارف عليها بزاف. لي بروبريتي فارماسيتيك ديالها هي انالجيزيك، اونتي بيريتيك، اونتي انفلاماتوار، اي اونتي انكيرغون بلاكيتير. اونتالجيك كتعرفوها مضاد الالم، اونتي بيريتيك مضاد الحمى، اونتي انفلاماتوار مضاد الالتهاب. اونتي انكيرغون بلاكيتير هو دواء يعارض تراكم الصفائح الدمويه، واللي هما شنو كتعرفوا هما لي بلاكيت. فعندنا لي بلاكيت في الصون، دوك لي بلاكيت الى تجمعوا كيكونوا نجلاطات الدم، هو هذا الدواء هذا ضد هذا التجمع ديال الصفائح الدمويه و كونتر دوك الجلاطات ديال الدمويه. داكوغ، امور جد واضحه. فهو كيسيب لينا اربعه ديال الحوايج، واخا الفوا دادمينستراسيون ديالو هو فوا اوغال وفوا بارونتيغال، فوا اوغال كون كومبريمي بودغ ساشي بسيو، المهم نجبروه فوا اوغال كاين دي فورم بزاف ديال الفوا اوغال. بالنسبه للفوا بارونتيغال هو بودغ انجيكتاب، كاين شي وحدين مازال يلا بادين الدومين ما عارفينش شنو هي بودغ انجيكتابل. بودغ تقدر تكون انجيكتابل، فكاينين عندنا واحد لي فلاكون، دوك لي فلاكون كيكون فيهم واحد البودغ، داك البودغ كنخلطوه بالسيروم و بيان سور كيرجع لنا كيتخلط كيدوب في السيروم، وكندخلوه كوم ميديكامون انجيكتابل. امور واضحه. لي في انديزيرابل غاسترو انتستينو بحال كيدير لنا ليلسير غاستريك، كيدير لنا ليموراجي ديجيستيف، ما غاديش ندوي على لي ديتاي ونشرح لكم هاد لي باثولوجي، ان غادي ياخذ لنا الوقت. اي بيان سور عندهم البلاصه ديالهم في بلاي ليست وحده اخرى. ايضا كي اجي سور سيستيم نيرفو سنترال، كيدير لنا سيفالي حرق الراس، فيغتيج الدوخه، البوردون موندوغي، طنين في الاذنين. ايضا ايماتولوجي عندو دي زيفي انديزيرابل ايماتولوجيك، هاد لي زيفي انديزيرابل كتصايب لنا في جنجيفوراجي اللي هو نزيف الاسنان، ليبيستاكسيس للرعاف، بيربيغا هما دي طاش ايموراجيك كوتاني. ايضا عندنا سندروم دوغي هو حتى تو مالادي بيدياتريك كاركتيريزي باغ اون اتانت سيريبرال. داكوغ، هو اتانت سيريبرال وماشي اتانت سيريبرال اسوسيي ا اون اتانت دو فوا. ايضا عندنا اتانت دو فوا وغالبا كيجي باغ شي فيروس من لي فيروس. داكوغ، ايضا يقدر ياثرنا على لابو ديالنا، يدير لنا لي ريتيكير، هو واحد ليغوبسيون كوتاني، يقدر يدير لنا لي رياكسيون كوتاني. بيان سور كندوي على دي رياكسيون يقدر يكونوا اليرجيك، اي بيان سور دي زوتر رياكسيون. يقدر يدير لنا لوديم دكوينغ، لوديم دكوينغ يقدر يكون البليبار فيكم كيعرفوه، بالنسبه اللي ما كيعرفوش راه هو واحد لوديم اللي نقدروا نسميوه ايضا لونجيوديم كيسميوه، كيكون كاركتيزي باغ واحد الكونفلومون سكوتاني، انتفاخ تحت جلدي، وهذا الرياكسيون هادي جينيرالمون دي يعني فاش كتكون لابريز ديال هاد الميديكامون بحال هكا. كندويو على لاسبيرين باغ اكزومبل، شي وحدين بعض الناس كيدير لهم هاد الرياكسيون ديال لوديم دكوينغ، انتفاخ ديال بزاف ديال المناطق، الكول وجه بزاف ديال البلايص. كنتمنى الله سبحانه وتعالى تكون هاد لي زيفي انديزيرابل واخا ديطيت فيهم وماكنتش باغي نضيف فيهم بزاف. كونتر انديكاسيون عندنا الاليرجي، عندنا ليسير غاسترو ديودينال، عندنا لو ريسك ايموراجيك، عندنا انسفيزونس رينال و هيباتيك سيفير، وعندنا بيان سور تخوازيام تريمستر دو غروسيس.
كونتر يعني كونتر انديكي تعطي لاسبيرين لهاد الناس اللي عندهم لاليرجي اللي عندهم لي دوسير غاسترو ديودينا اللي عندهم ريسك ايموراجيك. ريسك ايموراجيك كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم ريسك ايموراجيك بحال الناس اللي اتونسيون ديالهم طالعه وكيكونوا ريسكي انه يوقع لهم شي افي سي ايموراجيك. بزاف ديال الحالات اللي كيكون فيها ريسك ايموراجيك انا خصنا ما نعطيوش هاد لاسبيرين لانسفيزونس رينال لانسفيزونس هيباتيك سيفير بيان سور. هنا ما خصناش نعطيو لاسبيرين هاد الناس اللي عندهم بحال هاد الامراض. الناس المراه اللي كتكون حامله اون تروازيام تريمستر دو كوسيس ما خصناش نعطيوها لاسبيرين. امور جد واضحه. ايضا نيفوبام ولا اكيبون. هاد نيفوبام واكيبون متعرف عليها جدا في لي سونتر هوسبيتاليير. لي بروبريتي فارماسيوتيك ديالها هي انالجيزيك سونترال نون مورفينيك. هي كتاجي سونترال نون مورفينيك وحنا كنعرفوا في بيان سور في ليرجونس فاش كيتعطى للمريض البالي ان كنعطيوه في البالي ان ما كنبداوش باكيبون. اكيبون كنحاول نخليوها هي المرحله الثانيه من بعد ما كنعطيوهم لي باراسيتامول. الا كان شي دولور سامبل كنعطيو باراسيتامول. الا ما نفعش كنعطيو اكيبون. اكيبون بيان سور لي فوا دادمينستراسيون ديالها انترافينوز لونت. هادشي بغيت نقول لكم كو هات ما عمركم تعطيو اكيبون انترافينوز ديريكت ولكن كتعطى بار ولا في البيرفيزيون انترافينوز لونت. كتكون انتراميسكولير بروفوند وهذا هو اللي كيفضلوه الجميع باش كييفيتيو داك لي في اللي كديرو الا تعطات انترافينوز ديريكت. كونتر انديكاسيون ديالها هو لي بيرسونسيبيليتي يعني ما عمرك تاخذها الا كان عندك لي بيرسونسيبيليتي لهاد الميديكامون. الا كانوا لي زونفون قبل 15 سنه ما كنعطيوهم لهمش. كونفيلسيون الناس اللي كيديروا لي كونفيلسيون لي زونتيسيدون ديال تروبل كونفيلسيف. الناس اللي عندهم لي تروبل كونفيلسيف كوم اونتيسيدون دي ريسك ديال لي ريتونسيون اورينير. الا كان شي واحد عنده اي ريسك من لي ريسك ديال لي ريتونسيون اورينير ما كنعطيولوش هاد النيفوبام. اي بيان سور ريسك ديال دو غلوكوم كما كتعرفوا لي بيربريسيون انتراوكولير. اي بيان سور الغروسيس الا كان شي واحد حامل في اي مرحله من الحمل ما كنعطيولوش اكيبون. داكور كونتر انديكي. ايضا عندنا البالي 2. خرجنا من البالي 1 دابا ندخلوا البالي 2. حاولوا تركزوا معايا راه كنزرب شويه باش نقصوا الوقت ديال الفيديو. عندنا الكوديين وعندنا هنايا لي دروكوديين بجوج بيهم. عندنا بار اكزومبل الديكودين. ديكودين هذا اكزومبل من لي زيكزومبل بزاف ديال الميديكامون هادو. لي بروبريتي فارماسيوتيك ديالها هو اغونيست مورفينيك بيور يعني هو واحد مورفينيك لي اغونيست بيور. شنو هي اغونيست؟ غادي نشوفوا هادشي هذا ان شاء الله فاش ندويو على لي مورفينيك. انالجيزيك بيان سور انالجيزيك راه كيتريتي لنا لا دولور. اكسيون قلنا انتيسيف وهاد لاكسيون انتيسيف هو مضاد للسعال. رد معايا البال هادو لي بروبريتي فارماكولوجيك. دابا غادي ندويو على لي بروبريتي فارماكوسينيتيك. دومي في ديالو هو من جوج حتى ربعه ديال السوايع. لا ديغي داكسيون ديالو كامله اربعه ديال السوايع. رد معايا البال. فوا دادمينستراسيون كاين لي فوا اورال كاين دي كومبريمي كاين دي كومبريمي فيرفيسون كاين سيرو كاين بزاف ديال لي فورم اللي كيسول على هادشي هذا راه شفنا في لي ايبيزود الاولى. فوا ريكتال فوا ريكتال كما كنعرفوا راه الفوا ريكتال كاينين دي سيبوزيتوار. بالنسبه لي زيفي انديزيرابل ديالو فا اول حاجه يقدر يدير لي كونسيباسيون يدير لي نوزي يدير لي فوميسمون يدير لي ديبريسيون ريسبيراتوار لانه هو ديبريسيون ريسبيراتوار صافي. رد معايا البال ولكن فابل ما كيديرليش ديك الديبريسيون الكبيره اللي كتو. خصنا ايفيتيو ليتيزاسيون برونجي افور دوز يعني ما خصناش نديرو ليتيزاسيون ديالو ما خصهاش تكون افور دوز. ما خصناش نتجاوزو ديك لا دوز اللي مسموح بها و بيان سور ما خصناش نعطيوه دون فاسون ريبيتي بار لو جور. نعطيوه بزاف 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 د المرات بار لو جور لان هذيك غادي يدوز لنا واحد لا دوز معينه ولا داز ديك لا دوز معينه غادي يدير ليا ديزيفي توكسيك كيف ما دوينا على الباراسيتامول. داكوغ ايضا عندي لي كونتر انديكاسيون ما نعطيوش الناس اللي ازماتيك ما نعطيوش الناس لانسفيزون ريسبيراتوار ما نعطيوش الناس اللي كيديروا لا ليتمو يعني كيردوا ازماتيك والتهاب الشعب الهوائيه. لانسفيزون ريسبيراتوار هو اللي عنده فشل رئوي. هاد الناس هادو ما نعطيولهمش هاد الكوديين. ايضا زادوا لنا واحد الحاجه مهمه اللي هما لي سين دانتوكسيكاسيون. الا شي واحد وقع له انتوكسيكاسيون باغ كوديين فكيفاش غادي نعرفوه؟ اولا ميوزيس هو تضيق لحدقه العين. لوفوغي بالنسبه لوفوغي هي واحد سونتيمون دو بيان اتر جينيا كتحس براسك باللي نشيط وخفيف وبيان سور مبتهج نقدروا نعتبره بحال هكا. ايضا عندنا كونفيلسيون. كونفيلسيون بيان سور هو بحال تقول الصرع باللغه العربيه. لا ريسبيراتوار توقف التنفسي والسومنولونس. دابا اخواني غادي نشوفوا الترامادول. ترامادول تقدروا تجبروه كوم نون كوميرسيال. ترامال ايضا موجود. الترامال هذا لي بروبريتي فارماكولوجيك ديالو هو اغونيست ديال ريسبتور مورفينيك. كما قلت لكم ما غاديش ندوي لكم على الاغونيست دابا ديال ريسبتور مورفينيك كما دوينا على كودين حتى هي قلنا بان اغونيست ديال مورفينيك بيول. ما غاديش ندوي على هذه المعلومه هذه حتى نوصلوا ليها
باش ما نخربقوش. وايضا نعتبروكم انيبيتور دو لا ريكابتور دو لا سيروتونين وديال النورادرينالين، سيتادير انيبيتور هو مخفض ولا مثبط باللغه العربيه للامتصاص ديال السيروتونين وديال النورادرينالين. وتيادا ندوي ان شاء الله ابري بالضبط بالتفصيل زعما لي بروبريتي فارماكوسينيتيك. دومي في ديالو من 5 حتى 7 السوايع، دي ريداكسيون ديالو 30 حتى 45 مينوت، او دي ريداكسيون هو من 4 حتى 6 ديال السوايع. غتقول لي شنو الفرق ما بين دي ريداكسيون ودي ريداكسيون؟ هذا سؤال مزيان. بالنسبه للديلي داكسيون ديالو فهو الوقيته فاش كيدير ليا لي في ديالو، يعني من 30 حتى 45 دقيقه راه دار لي في ديالو، 45 دقيقه حتى دقيقه راه دار الوصل الماكسيموم ديال لي في ديالو داكوغ. ولكن دوري داكسيون ديالو 4 حتى 6 سوايع عاد كيتخلص صافي كيمشي من الجسم، ما كيبقاش صافي سالا خدمته في الجسم كامله ومشى بحالاته. هذه دوري داكسيون ديالو. بالنسبه للديلي داكسيون ديالو هو 30 حتى 45 دقيقه راه وصل الماكسيموم اللي قادر يعطيه بداك لاكسيون ديالو. الفوا دالمينستراسيون ديالو كاين عندنا فوا اورال وكاين عندنا فوا انترافينوس بيان سور. ايضا لي زيفي انديزيرابل عندنا نوزي وميسمون فيرتيج، قلنا الدوخه كونفيزيون ارتباك سنولونس النوم سيفالي حريق الراس لاليرجي حساسيه كونفيسيون شي لي باسيون ايبيليبتيك. كونفيسيون الناس اللي عندهم شي بروبليم ايبيليبتيك كيجيوهم لي كونفيسيون مو ديك موجات الصرع دي كونتر انديكاسيون الناس اللي عندهم لي اون كروسيس يعني الحاملات ما خصهاش. عندنا لي زونتالجيك مورفينيك فور، هادي تخوازيام باليي ولا البالي 3 لي زونتالجيك مورفينيك فور. هادو ايفي سونترال يوتيليزي سولو اون اسوسياسيون بور تريتي دو دولور انتونس او روبيلو اونتالجيك باليي 2. سيتادير هاد لي زونتالجيك مورفينيك فور اللي غادي ندويو عليهم دابا ما كنعطيوهم الا في الحالات القصوى اللي كيكون فيها لا دولور انتونس داكور ايماجينابل. فهاد الوقيته هادي كيكون ديجا جربنا البالي 2 وما نفعاتش كنعطيو هاد لي مورفينيك. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون ديال هاد لي مورفينيك عندنا جوج، عندنا اغونيست وعندنا انتاغونيست. اغونيست هو عباره عن ريبرودوي لي زيفي دو لا مورفين، ومنهم مورفين فانتانيل سيفانتانيل وبزاف ديال لي ميديكامون غادي ندويو عليهم غير بلاتي. انتاغونيست سيبوز ا تو لي زيفي دو لا مورفين بار كومبيتيسيون او نيفو ديال لي ريسيبتور لي كيرين زون اون افينيتي، يعني باختصار انتيدود دو لا مورفين. ما فهمتش قول ليا كيفاش هاد البلان. انتاغونيست سيتادير هما اللي كيوقفوا لنا كاع لي زيفي ولا لي زاكسيون اللي كيدير لنا المورفين عن طريق واحد الكومبيتيسيون واحد المدابزه كتوقع او نيفو ديال لي ريسيبتور. باش تقدر تفهم بيان سور انتيدود سيتادير ضد لا مورفين كيوقف العمل ديال لا مورفين، هذا باختصار شديد كيوقف العمل ديال لا مورفين. بحالاش؟ بحال نالوكسون. نالوكسون او نو كوميرسيال ديالو هو ناركان. اتشد ليا غير هاد اغونيست antagoniste d'accord agoniste morphine fentanyl antagoniste naloxone antidote ديال morphine. شد ليا غير هاد الشيء هذا داكور فهاد فهاد ليبيزود هادي، وعرف ليا بان هادو ضمن الباليي 3 وان هادو كاملين كنسميهم دي مورفينيك داكور، مورفين فانتانيل اكسيتيرا، هادو كاملين كنسميهم دي مورفينيك وكنعطيوهم فاش كي الباليي 2 ما كيبقاش خدام لنا كاع. علاش ما بغيتيش ندخل لكم في لي ديتاي نشرح لكم شنو هي اغونيست شنو هي انتاغونيست؟ لانني خاصني نشرح لكم لي ريسيبتور اللي كيخدموا عليهم لي مورفينيك. فان شاء الله ليبيزود الجايه غادي تكون على لي مورفينيك وغادي ندويو بلي ديتاي كيفاش كيدخلوا للجسم ديالنا ولين كيمشيو وشنو هما الطرق اللي كل وحده كتنهجها باش كتوقف لنا الالم داكور. وغادي نشوفوا لي ريسيبتور اللي كيخدموا عليهم وشنو السميه ديال دوك لي ريسيبتور وشنو نشوفوا لي في اغونيست ولي في انتاغونيست وغادي تفهموه مزيان. ودابا قبل ما غادي نسالي هاد ليبيزود هادي غادي نقول لكم بلي خصكم تشوفوا معايا هاد لي ريغل بريسكريبسيون ديال ميديكامو انالجيزيك. وبالنسبه لهاد لي ريغل كاملين انا كيهمني فيهم جوج ديال الحويجات اللي خصكم تعرفوهم. اول حاجه هو ليفالياسيون ديال الكافيكاسيتي دو تريتمون، خصك فاش دير داك تريتمون ايفالي واش التريتمون قضى الغرض. وي قضى الغرض صافي الحمد لله. واش ما قضاش الغرض؟ ما قضاش الغرض خصني نشوف حل باش يوقف داك لا دولور خاصو يوقف. حاجة تانية اللي خاصكم تعرفوها بور لو بالي 3، نو جامي جامي اسوسي ان اغونيست بيور افيك ان انتاغونيست. ما ترجعوا تسولني راه مازال ما عرفتش مزيان شنو هو اغونيست وانتاغونيست، غنقول لك دابا تعرفوهم مزيان وغادي تفهم وغادي تذكر هاد الجملة نو جامي اسوسي ان اغونيست بيور افيك ان انتاغونيست. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسألكم الدعاء الى الحلقة الجاية ان شاء الله بحول الله.